أمين أقول حسبي الله ونعم الوكيل. ما تعبت يا الله، سنة سنة وشهر على الحر. أنا لليوم يا خالتي مصدومة من يوم الحريق، أنا مصدومة. نحن نقف هنا في بقية الخيمة التي لم يبقى منها أي شيء، لا ملابس ولا فراش، لم يبقى شيء. هذه ملابس الأطفال. أنا نزحت ثالث يوم الحرب، رحت أتل الهوى، مش جاية أتل الهوى، ومن تل الهوى خان يونس، ومن خان يونس حدير البلع، اخترت مستشفى جدال أقصى عشان قلت أمان مستشفى. هاي سابع مرة تنضرب الأقصى، هذه المرة يا خالتي ليلة بركان، ليلة حمراء، ليلة سود علينا، يعني خالتي على الواحدة وعشر دقايق صحيت من النوم، أحمل في بناتهم نايمين، أنا يما حريقة، وسطكم النار يما عندكم الدوم، إن شاء الله الله يخليك. رحت اجري على الطوارئ، وديت بناتي في الطوارئ عشان احميهم. اجيت يا خالتي عند الطوارئ بدي ارجع يا خالتي، يعني جارتي وهي بتلبس ثوب الصلاه استشهدت، وهي بتتحرك بتصوت على اولادها من دار الدلو. من يوم الحريق انا مصدومه، وانا اروح وانا لقي اخوتي بالشمال، اهلي بالشمال، انا مين بدي يعطف علي؟ مين بدي يعين علي؟ ام للسبع بنات قول لمين؟ وين رب الاسره؟ والله جوزي مطخوخ بالصوب، والله يعني تضررنا، يعني متضرر، وبنتي الصغيره انحرقت برضه من الصبيحه هذه، واللي بنت صبيه انحرقت من رجلها. شوف حالي يا خالتي، ضلت ساقعه وبرد، لا واعي ولا حرمان ولا فرشات ولا مواعين ولا غاز. أنا معي أزمة صدري، شايفني بقدرش أقعد على النور.